في حي سيدي عمار في سيدي بالعباس، في زقاق يتفرع عن زنقة قدوري محمد، تسكن عائلة البجاوي التي تعد من بين أقدم العائلات التي تسكن ذاك الزقاق. ولم يكن هناك ما يميز هذه العائلة عن العائلات الأخرى التي تسكن الزقاق خاصة وحي سيدي عمار عموما. كان رب الأسرة مبارك البجاوي قد أحيل على المعاش منذ عامين بعد أن أمضى سنوات طويلة من الخدمة في مصالح بلدية سيدي بالعباس. خلا منزل عائلة البجاوي من الأبناء والبنات، ولم يعد يسكن مع مبارك وزوجته سعيدة إلا أصغر الأبناء واسمه بشير الذي يبلغ من العمر 24 عاما ويعمل منذ ما يزيد قليلا عن العام تقنيا مساعدا في معمل للإسمنت. تمضي سعيدة زوجة مبارك أغلب أوقاتها في القيام بشؤون البيت. في مطلع أبريل من العام 2000 طرق ساعي البريد باب عائلة البجاوي وسلم مبارك رسالة جاءته من قسنطينة لم يكن مكتوبا عليها اسم الذي بعث بها، ولم يكن لمبارك حسب ما هو معروف عائلة أو معارف في قسنطينة، ولا أحد يذكر أنه تحدث مرة عن مقام له في قسنطينة أو أنه سافر إليها فيما مضى من سن عمره. ولكنه استشعر في أعماق نفسه ما يحثه على التكتم على تلك الرسالة، ولذلك تحاشى فتحها أمام زوجته تفاديا لكل سؤال قد تطرحه. ما كان يريد أن يعلمه قبل كل شيء وقبل أي كان من بعث بتلك الرسالة وما مضمونها. فإن كان خيرا قال لسعيدة زوجته، وإلا فإنه سيبتلع سره كما ابتلع أسرارا كثيرة من قبل. كانت سعيدة في المطبخ لما طرق باب المنزل ساعي البريد، ولأن مبارك لم يجعله ينتظر فإنها قد لا تكون فطنت لحضوره، وبالتالي فإنها لم تعلم بالرسالة ولن تعلم حسب ما يراه مبارك. تسلل إلى غرفة النوم، أخرج نظارتيه ووضعهما على عينيه، قرأ اسمه المكتوب بحروف واضحة: مبارك البجاوي. الذي خط اسمه وضع بجانبه وبين قوسين بوحمالة. تسارعت دقات قلبه. الذين يعلمون لقبه ذاك بوحمالة قلة قليلة، وينبغي أن يكونوا من ماض سحيق. أقفل باب غرفة النوم بإحكام، يداه ترتعشان وهو يهم بفتح الرسالة الغريبة. تردد قليلا وراح يدقق في الختم الذي وضع على الرسالة. كان يشير إلى أنها أودعت البريد في قسنطينة بتاريخ 20 مارس. ولما مزق حاشية الظرف فوجئ بوجود ظرف آخر بداخله. لثوان ظل ينظر بغير قليل من الريبة وربما الخوف. تدافعت التكهنات في رأسه، ولكنه يميل إلى أن في الرسالة سرا ما، أو أن أحدا من شخوص ماضيه البعيد أراد أن يبلغه بأنه يعرف مخبأه الآمن هنا في سيدي بالعباس. بالنسبة لأبنائه وزوجته وجيرانه وكل الذين يعرفونه منذ 40 عاما، لم يكن مبارك البجاوي يوما ما موضع شك أو شبهة، فقد عرف عنه استقامته المبالغ فيها أحيانا. أخرج الظرف وبلا تردد مزق حاشيته كما فعل بالأول. سريعا بدا له أنه يحتوي على ورقتين، فتحهما فلاحظ كثرة ما كتب فيهما. الصفحات الأربع كانت مكتوبة بمداد أزرق وخط متوسط. قبل أن يقرأ لاحظ أن الخط الذي كتبت به يشي بأن صاحبه من مستوى تعليمي جيد. ليس ذلك هو الأهم، الأهم أن يقرأ ما كتب ويسبر أغواره. ثم اكتسحت التساؤلات ذاكرته التي لم تعد تقوى على امتصاص الصدمات. يحيره سؤال كبير: من هذا الذي يعرف لقبه بوحمالة؟
ومن يكن هذا الذي استطاع أن يعرف عنوانه في سيدي بالعباس؟ لعل الرسالة تحمل جوابا شافيا. كذلك قال، ثم بدأ يقرأ. الذي كتب الرسالة حرص على أن يمهد بما يعزز لدى مبارك القناعة بأنه بعد كل هذه السنين الطويلة ها هو يفقد القناع الذي ظل يلازمه، بل صار له وجها لا يعرف الناس غيره. حاول أن يسرع في القراءة، يريد أن يصل إلى من هو كاتب هذه الرسالة التي تقلقه كما لم تقلقه رسالة من قبل. أرجو الله أن تجدك رسالتي هاته متمتعا بكامل الصحة والعافية، وخاصة بقوة الذاكرة التي تتيح لك هذا السفر البعيد في الزمن. لن تعرفني، أعلم ذلك، ولكنك حقا لن تستطيع أن تنكر معرفتك بمن حكى لي قصتك. لن تستطيع أن تنكر معرفتك بالمعطي، المعطي الخلفاوي. إنه هو من حكى لي بكل تفصيل قصتك، قصة هروبك من تازة. نعم، أنا أعرف أنك فررت من تازة قبل أكثر من 40 عاما، وربما فاجأتك رسالتي هاته. لقد حرصت على أن تأتيك من الجزائر، ولذلك سلمتها صديقا جزائريا لي من قسنطينة يقيم في الدار البيضاء. لقد حكى لي المعطي كل شيء عنك، حكى لي عن تدبيرك لمقتل الهادي بخضيرة الشاب الظريف الذي كنت تقاسمه السكن. أعلم أنك قتلته وسرقت ما كان وفره من مال من عمله في أوراش السكك الحديدية. ستأتي اللحظة المناسبة لأخبرك بعلاقتي بذلك الشاب الذي قتلته بدم بارد ثم تسللت هاربا إلى الجزائر. ولكي أجعلك توقن بأنني صرت أعرف عنك الكثير، أخبرك أيضا بأنني أعرف أنك تنحدر من عنابة، وأنك لما هربت اتخذت لك اسما غير اسمك، واخترت الاستقرار بمدينة بعيدة عن مدينتك. أليس كذلك يا بعلام بوحمالة؟ امتقع وجه مبارك وهو يقرأ الأسطر الأخيرة. الذي كتب الرسالة يعلم حقا الكثير عن ماضيه الذي أراد له أن يبقى منكتما. لم يقوى على إتمام الرسالة، طوى ورقتيها وأعادها إلى الظرف. يود لو يستطيع محو كل أثر لوجودها، وقد قرر أن يفعل ما أن ينتهي من قراءتها. من الممر المفضي إلى غرفة النوم يصله وقع خطى يعرفه جيدا، ثم ما لبث أن رأى مقبض الباب يتحرك وظهرت سعيدة. لما رأتها رسمت أسارير وجهها استغرابها لوجوده هناك. كان قد أخفى الرسالة في جيب داخلي لمعطفه الرمادي. خرج دون أن يقول شيئا. كل ما يدور في ذهنه يدور حول تلك الرسالة التي جاءته بأشياء من ماضيه البعيد. لا يريد أن تعرف سعيدة زوجته ولا أولاده ولا جيرانه أنه قاتل، وأن يديه اللتين يصافح بهما ملطختان بدم بخضيرة. لقد أمضى أكثر من 4 عقود من عمره يريد أن يقنع نفسه بأن هذا الرجل لم يوجد يوما ما، وأن مقتله لم يحدث. وقد توهم أنه تمكن من أن يقبر القصة وأن يبني له حياة جديدة، وأن يتخلص إلى الأبد من قصة الهادي بخضيرة. وها هو يكتشف الآن وهو على عتبة العقد 7 من عمره أنه لم يتمكن من إقبار هذه القصة. على مدى الأيام التي تلت توصله بتلك الرسالة التي اهتزت لها حياته بقوة وعنف، لم يعد ذاك الرجل الهادئ، وصارت في كلامه حدة، وصار يغضب لأتفه الأشياء. بل إنه حسب ما لاحظته سعيدة وربما ابنهما بشير أيضاً، صار يفتعل الصدام ليغطي ما يعتمل بداخله من غضب، بل من خوف جارف. لقد ظل على مدى كل السنين التي انقضت الرجل الهادئ الطيب يحافظ على القناع الذي وضعه على وجهه بدقة وإحكام. لقد مضت به تلك الرسالة بعيدا دون أن تأتي له بجواب عن سؤاله عمن دل هذا الذي بعث بها
وكيف حصل على عنوانه وكيف عرف اسمه الجديد. لا يذكر أنه التقى أحدا من المغرب منذ أن غادر تازا ذات ليلة ماطرة وخلف وراءه في السكن جثة صديقه الهادي بخضيرة. يظن أن آخر من التقاه مغربي متزوج من جزائرية التقاه في سيدي بلعباس. كان شابا من مدينة فاس، ولم يكن الحديث الذي دار بينهما قد تخطى حدود العموميات. في الأيام التي تلت لاحظت سعيدة أن زوجها الشيخ بدأ يميل إلى العزلة بإفراط لا يخفى، وصار على غير عادته قليلا ما يشاركها الحديث، وأيقظ في نفسها غيرة المرأة التي كانت افتقدتها منذ سنين، ولكنها أيضا صارت تخاف عليه. مرة قالت لابنها بشير إنها تخاف على أبيه، تخاف عليه من العزلة التي صار يكثر منها، وأنها قد تكون من مقدمات حالة من حالات الجنون، أو إنه ربما يستشعر دنو أجله. ابتسم بشير وما لبث أن انفجر ضاحكا وهو يسمع ما تقوله أمه. تحاشى كل تعقيب إلا ما قاله من أن ما يظهر على والده من الأمور الطبيعية لدى من هم في مثل عمره، ولمح إلى أن إحالته على المعاش وافتقاده إلى ما يملأ به أوقاته مما يورث تلك الحالة أيضا. بدا بشير وقد أبلغ أمه ما يبعث في نفسها بعض الإطمئنان. مع ذلك بعد عدة أيام من ذلك الحديث الذي دار بينها وولدها بشير، قررت أن تثير مع زوجها موضوع عزلته. وذات مساء سألته عن الأسباب التي جعلته ينزوي في عزلته، وحاصرته بأسئلتها، لم تترك أمامه منفذا للتهرب. سألته عن السر الذي يخفيه، وعما إذا لمس منها تقصيرا في واجباتها كزوجة. نفى أن يكون وراء عزلته شيئا من ذلك، ولما لمست منه بوادر غضب جديد أمسكت عن سؤاله. فكر مبارك البجاوي في قطع الخطوة الأولى وأن يربط الاتصال مع ذلك الذي بعث إليه بتلك الرسالة التي أربكت إيقاع أيامه وذكرته بهويته الحقيقية بوحمالة. ولكن الرسالة التي جاءته لم تكن تحمل اسم مرسلها ولا عنوانه. أصيب بخيبة أمل، ثم إنه تذكر صديقا قديما له يسكن في وهران، وكان قد أمضى بضع سنين معه في المغرب في تازة. صديقه ذاك وكان في مثل عمره، اسمه قويدر، لم يره منذ ما يزيد على 20 عاما، وكان هو الآخر يعرف المعطي الخلفاوي الذي قال من بعث بالرسالة إنه من حكى له تفاصيل ما حدث مع بخضيرة. صباح يوم أحد من أواسط يونيو، وكان يوما مشمسا وشديد الحرارة، نهض باكرا، حلق ذقنه وتعطر وارتدى من ملابسه أحسنها، وأخبر سعيدة بأنه ذاهب إلى وهران لزيارة صديق قديم علم أنه يعاني من مرض ألزمه الفراش. استغربت سعيدة لهذا السفر الذي ظهر مفاجئا، لم يكن مبارك مقنعا. عاودتها الغيرة والشك. بعد العزلة ها هو يعلن عن سفر مفاجئ إلى وهران. أسرت في نفسها ما أحست به، ثم سمعت الباب يغلق. الغيرة التي اشتعلت في صدرها دفعتها إلى البحث في ملابس زوجها عما يجلي لها جوانب صارت معتمة في حياته، وكذلك وقعت على الرسالة الغريبة. التحولات التي عرفتها الحالة المزاجية لمبارك البجاوي صارت تقلق زوجته سعيدة. لم يعد كما كان هادئا ووديعا منذ أن توصل بتلك الرسالة التي أودعت البريد في قسنطينة. ميله إلى العزلة أحيا في نفس سعيدة جذوة الغيرة التي غابت عنها سنين. حين جاء يخبرها صباح ذاك الأحد من أواسط يونيو بأنه ذاهب إلى وهران لعيادة صديق قديم، ازدادت شكوكها وصارت تحس بالغيرة تنهشها. صباح ذلك اليوم حلق ذقنه وارتدى من ملابسه أحسنها وعم أريج عطره البيت،
لم تعارض سفره إلى وهران، تتساءل عما إذا كان الرجل الذي بلغ به العمر الآن عتبات العقد السابع يفكر في أمر ما، لعلها ترفض أن تذهب بأفكارها في الاتجاه الذي لا يتلائم مع وضع مبارك البجاوي المتقاعد من بلدية سيدي بلعباس، والذي يعاني من بعض العلات التي تأتي مع التقدم في العمر. لم تكن سعيدة يومها تتصور أنها بعد أن خرج مبارك وسمعت الباب يغلق ستقع على ما سيجلي لها السر الكامن وراء هذا التحول الكبير. هي الغيرة، ومعها غير قليل من شك دفعتها إلى تفتيش ملابس مبارك علها تجد الدليل على انحراف الشيخ عن جادة الصواب. لم تكن ترى من سبب لميله إلى العزلة إلا أن يكون هناك ما يهيمن على كل تفكيره. ثم ها هي تستحضر ذاك الحديث الذي دار حول هذا الأمر بينها وولدهما بشير آخر العنقود. لقد طمأنها بأن هذا التبدل في الطبع وفي المزاج الذي يظهر على والده إنما هو من التحولات الطبيعية في سلوك من هم في مثل سنه. لا تنكر أن ما قاله بشير طمأنها بعض الشيء، ولكن هل قراره بين عشية وصبح أن يسافر إلى وهران من قبيل تلك الأمور الطبيعية؟ فتحت الدولاب وبدأت عملية التفتيش. ترى أن جيوب المعاطف قد تخفي أشياء كثيرة. فتشت المعطف الأول فلم تجد فيه ما يشفي، فتشت معطفا آخر دون أن تعثر على دليل إدانة لمبارك، ثم ها هو المعطف الرمادي الذي كان يرتديه بالأمس. غاصت سعيدة بأناملها في الجيوب الخارجية ووقعت على بضع قطع نقدية بلا كبير قيمة، ثم انتقلت إلى الجيوب الداخلية ووقعت على تلك الرسالة. أخرجتها وتراجعت إلى السرير، جلست على حافته وفتحت الظرف ثم أخرجت الورقتين. ظلت تنظر في الكتابة الكثيفة التي تغطي الصفحات الأربع، ولكنها لا تقرأ العربية. قررت أن تعرض الرسالة على ولدها بشير. ظلت جالسة على حافة السرير. مضى وقت غير يسير لما سمعت باب المنزل يفتح. كان قد انقضى ما يقرب من الساعة ونصف الساعة على خروج مبارك من منزله، لعله الآن في الحافلة التي ستقله إلى وهران. كذلك خمنت سعيدة التي قدرت أن لديها من الوقت ما يكفي لتطلع على ما في تلك الرسالة. ثم خطر ببالها أن تعرضها على شخص آخر غير ابنها بشير. قد تكون في الرسالة معلومات محرجة لا ينبغي أن يعرفها. تذكرت ابنة خالتها حورية التي لا تسكن بعيدا، كانت قد تابعت دراستها حتى الطور الثانوي، ثم إن علاقتهما يطبعها الكثير من الود، وكل واحدة منهما تعلم غير يسير من أسرار الأخرى كما يحدث بين النساء في كل المجتمعات. ارتدت الملابس التي لا ترتديها في العادة إلا حين تهم بمغادرة البيت. نظرت إلى الساعة المعلقة على الجدار وكانت تشير إلى 11 صبحا. على الجدار المقابل علقت صورة قديمة لمبارك وهو يبتسم. لوحت بالرسالة في اتجاه الصورة، قالت لنفسها اليوم سأعرف كل شيء. فوجئت حورية بزيارة ابنة خالتها سعيدة. في السنوات الأخيرة اقترنت زياراتهما بالمناسبات العائلية والأعياد، ولم تكن هناك مناسبة عائلية ولا كان اليوم يوم عيد، وهي ترحب بها بكلمات تنطقها بتلقائية دون أن تستوفي حمولتها العاطفية المفترض أن تكون لها. كانت تقدر أن ما جاء بسعيدة لا بد أن يكون من الأمور ذات الأهمية. أدخلتها تلك الغرفة التي تخصصها لاستقبال الضيوف. كانت وحدها في البيت وقد سر سعيدة ذلك. لم تمر سوى دقائق معدودات بعد جلوسهما لما أخرجت الرسالة وطلبت من حورية أن تقرأها عليها. نظرت المرأة في عيني قريبتها، ابتسمت وأمسكت بالرسالة، فتحتها ونظرت في فقرتها الأولى ثم بدأت تقرأ.
وما لبثة أصابها الذهول. ما في الرسالة يبعث على القلق والخوف في آن. إنك فررت من تازة قبل 40 عاما، وربما فاجأتك رسالتي هاته: لقد حرصت على أن تأتيك من الجزائر، ولذلك سلمتها صديقا جزائريا لي من قسنطينة يقيم في الدار البيضاء. لقد حكى لي المعطي كل شيء عنك، حكى لي عن تدبيرك لمقتل الهادي بخضيرة، الشاب الظريف الذي كنت تقاسمه السكن. أعلم أنك قتلته وسرقت ما كان قد وفره من مال من عمله في أوراش السكك الحديدية. ستأتي اللحظة المناسبة لأخبرك بعلاقتي بذلك الشاب الذي قتلته بدم بارد ثم تسللت هاربا إلى الجزائر. ولكي أجعلك توقن بأنني صرت أعرف عنك الكثير، أخبرك أيضا بأنني أعرف أنك تنحدر من عنابة، وأنك لما هربت اتخذت لك اسما غير اسمك، واخترت الاستقرار بمدينة بعيدة عن مدينتك، أليس كذلك يا بعلم بحمالة؟ وهي تسمع هذه المعلومات أحست سعيدة بدوار شديد. كانت معلومات إن صحت تسقط عن مبارك الزوج والأب المستقيم قناعا لم يتفطن إليه أحد. سألتها حورية وقد تملكتها الدهشة عما إذا كانت تعلم أن زوجها أبا أبنائها اسمه الحقيقي بعلام بحمالة، وعمن يكن هذا الذي ذكر باسم المعطي الخلفاوي وذاك الذي قتل ويتهم مبارك بقتله. لم تكن سعيدة تعرف أيا من تلك الأسماء، ولا عرفت ولا تعرف اسما لزوجها غير مبارك البجاوي. لم تعد ترغب في الخوض أبعد وأعمق في هذا الأمر، ولذلك بادرت ابنة خالتها بالقول إنها تظن أن الرسالة موجهة إلى شخص آخر، وأنها وصلت إلى منزلها عن طريق الخطأ. ولكن حورية كانت ترى أن الرسالة واضحة، وأن الكلام موجه إلى مبارك، ويكشف مرحلة من ماضيه في مدينة تازة المغربية، واقترافه جريمة قتل ذلك الشاب الذي كان يتقاسم معه السكن وقد ذكر باسم الهادي بخضيرة. لم تكن سعيدة تعلم شيئا من كل هذا. صحيح أن الرسالة خلصتها من بعض من توهمها، ولكنها كشفت أمورا أخطر من كل ما سبق. استعادت الرسالة من يد حورية ورجتها أن تبقي على الموضوع سرا بينهما. طمأنتها بعبارات ترددها كلما طلب منها أن تحتفظ بسر من الأسرار. عادت سعيدة إلى البيت ولم تكن تتوقع أن تجد زوجها مبارك وقد عاد من رحلته إلى وهران. كانت تظن أنه لن يعود قبل عصر ذلك اليوم. لما فتحت الباب رأته يجلس في الصالون، كان كما رأته يخرج في الصباح. بادرته بأن سألته عن حال صديقه، رد بأسلوب مباشر بأنه لم يسافر، لأنه لم يجد ناقلة منطلقة في تلك الساعة إلى وهران، وأنه لم يكن يرغب في العودة متأخرا. استمعت إليه دون أن تعير ما قاله اهتماما كبيرا. ما يشغلها ما ورد في تلك الرسالة. دخلت غرفة النوم وغيرت ملابسها ثم عادت إليه. كانت تحمل في يدها الرسالة. لما رآها أحس بانهيار بداخله، يتساءل كيف وصلت إليها. ثم سألها: أين وجدت تلك الرسالة؟ في جيب المعطف الرمادي. لم تعد هناك أسرار. عن أي سر تتحدثين؟ صمتت وهي تنظر في عينيه ثم قالت: أريد أن نتحدث بهدوء. لقد اطلعت على ما في هذه الرسالة، وما فيها يدفع إلى الحيرة بل وإلى الغضب، الكثير من الغضب. تجمد مبارك في مكانه في الصالون، ازداد وجهه شحوبا، ولما لم تسمع صوته واصلت: من أنت؟ هل أنت مبارك البجاوي أم بعلام بحمالة؟ أطرق ودون أن يرفع رأسه قال إن ما يزعمه من بعث بتلك الرسالة لا أساس له من الصحة، هي مزاعم ومحض افتراء. لم تكترث لهمهمته وواصلت: لم تحدثنا يوما عن تلك الفترة التي أمضيتها في المغرب، ثم ما قصة بخضيرة الذي تقول الرسالة إنك قتلته وسرقت ما كان معه من مال،
هل صحيح أنني تزوجت مجرما؟ ظل الرجل مطرقا لم يرد بكلمة، وكانت نبرة صوتها تحتد. بعد كل هذا العمر أنا لا أعرفك، من أنت؟ ثم إنها لم تتمالك نفسها وتقدمت نحوه، حركته بقوة فسقط على الأرض. في تلك اللحظات فتح الباب ودخل بشير ابنهما، ما أن وقع بصره على أبيه ملقا على الأرض حتى أسرع نحوه، بدا له فاقدا الوعي. قال إن عليه أن ينقله إلى المستشفى، يعلم أن سيارة الإسعاف ستبطئ في الوصول، ولذلك طرق باب أحد الجيران ساعده في حمله إلى السيارة. كل شيء مر سريعا، كذلك خيل لبشير. في المستشفى ما أن عينه الطبيب حتى استنتج أن الرجل فارق الحياة. أقيمت الجنازة وطوي السجل. لم تحدث سعيدة أيا من أبنائها عن الرسالة، وظنت أن الأمر صار ملكا للماضي. بعد عدة أشهر فوجئت بساعي البريد يسلمها رسالة لا تحمل اسم من بعث بها. أخفتها عن أبنائها وتولت قراءتها حورية ابنة خالتها. كان كاتب الرسالة يخاطب بعلام، يخبره بأنه سيزوره قريبا في بيته. رفعت بصرها إلى السقف، دمعت عيناها، مزقت الرسالة كما مزقت الأولى. لقد انتهى كل شيء، مات مبارك دون أن تعلم يقينا إن كان اسمه مبارك البشاوي أم بعلام بوحمالة. مات وحمل معه كثيرا من أسراره. على شاهد قبره كتب: هذا قبر مبارك البجاوي.